صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في، حلقة جديدة من ماجازينز رح نترافق فيها هلا ونعمل جولة على أبرز المجلات المحلية والعالمية. البداية مع مجلة الشبكة والمؤتمر الصحفي اللي عقدته لجنة مهرجانات أعياد بيروت للإعلان عن برنامج حفلاتها لصيف 2015 برعاية وحضور وزير السياحة ميشيل فرعون، وكان في كلمة لرئيس مجلس إدارة شركة تيو تو سي ومدير عام تلفزيون ام تي في جهاد المر يلي ذكر فيها أهمية ليالي أعياد بيروت يلي رح تستقطب نجوم كتير عالمية من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم، ومنذكر منها النجوم يلي رح يشاركوا وائل كفوري ب 18 تموز، عادل كرم ب 20 تموز، نجوى كرم ب 25 تموز، والنجم العالمي أليساندرو سافينا ب 27 تموز. صيف لبنان من الآخر رح يكون كتير ولعان، وإن شاء الله يا رب يجذب عدد كتير كبير من السواح، وهذا الشيء نشط السياحة بلبنان. نرجع للعناوين سريعا. باسكال مشعلاني ترد على منتقديها: لم أخضع لأي عمليات تجميل. ملحم بركات: الفن المصري توقف عند أم كلثوم وأنغام تعترض. من كامل مع مجلة نادين: ندى زوجة جورج والصوف ليست حاملا. بالعدد كمان: شو قصة مايا دياب وأوباما والتويتر. وبخبر سريع: سجل الفنان راغب علامة جينيريك مسلسل 24 قيراط من بطولة سيرين عبد النور وماجي بوغصن وعابد فهد يلي رح ينعرض على شاشة الام تي في رمضان يلي رح يجي حاليا، واكيد حكينا عنه بام تي في الايف اليوم باب تو ديت. هالمسلسل بيقعد بنجاح كبير. ومننتقل لمجلة هيا يلي كمان عملت مقابلة مع بطلة هالمسلسل ماجي بوغصن يلي بتقول انه بتتشارك البطوله هي وسيرين عبد النور، وكل وحده منهم عندها مساحتها الخاصه، وهالمسلسل شكل تحدي كثير كبير لها لانه الوقوف الى جانب او امام الممثل النجم الكبير عابد فهد منه بالشيء الهين. بمجله برستيج الشهريه أبرز صيحات الموضة لصيف 2015، وبهالعدد تريبيوت وأهداء خاص لروح المصمم باسيل سودا، تحية لهالمصمم الراحل يلي قدم لعالم موضة أجمل التصاميم والإبداعات بعد صراع كبير مع المرض، توفى عن عمر 47 سنة. منكمل مع أجواء الموضة ومقابلة مع المصممة شيرين خضرة ضمن مجلة فوكس، شيرين يلي عندها الأتوية الخاص فيها وبتتميز كمان بتصاميم وإبداعات بسيطة وكمان مبدعة جدا. بمجلة فتن ستايل كمان ضمن البيوتي كورنر عم نذكر أبرز السبرينج ميك أب والماست هافز يلي لازم يكون عندكم ياهن بفصل الصيف. بتتنوع بكل التشيرفول كولرز وأكيد الفريش ميك أب. بهالمقال فيكم تتعرفوا على أبرز المنتوجات أو المستحضرات يلي لازم يكونوا موجودين عندكم بالبيت. ننتقل لمجلة مودانيتي وجولة سياحية إلى المدينة الساحرة براغ. بتخدنا عليها مجلة مودانيتي. هالمدينة بتتضمن مواقع فعلاً كتير مميزة، ومن المواقع يلي فيكم تقصدوها متحف الكي جي بي، قصر براغ، وكاتدرائية سانكي. بالانتقال لمجلة سبيسيال، المعروف انه الشاي الاخضر مفيد كتير اذا بنشربه. بهالمقال بنتعرف على المستحضرات او المنتوجات البيوتي يلي بيدخلن الجرين تي مثل العطور، طلاء الاظافر، الكريمات او كريمات التقشير. المعروف عن الجرين تي او الشاي الاخضر انه مضاد للاكسده وبيعطي الطاقه والحيويه. على غلاف مجلة اهلا، السيلفي سخيف في افتتاح مهرجان كان. أنجلينا تستغل امرأة فقيرة لتبني ثروتها. ومقال صحي بامتياز: كيف تتحدى نفسك تتخلصي من الطعام الزائد للأبد. الختام رح يكون مع مجلة سيدتي، بس رح نتوجه هالمرة إلى سيد قلبك ونعطيه بعض النصايح كيف يحافظ أو يتربى على عرش قلبك. أكيد الألفة بالحياة الزوجية مهمة كتير حتى يضلوا الزوجين مترابطين مع بعضهم،
فمثلا من بعد الافكار يلي في الزوج انه يعملهم انه يبعث لها ورد الى عملها او يشتري لها هديه من دون ما تعرف، ينظر لها باعجاب، يفاجئها من وقت للتاني ويخطط معها للمستقبل. طبعا ما بدنا نزيدها كثير على الرجل، للمراه كمان حصتها ودورها بالحياه الزوجيه. لهون بتكون خلصت جولتنا بماجازينز. بدي اذكركم انه التصويت لحلقه دانسينج وذ ستارز كمان مستمر، ما تنسوا تصوتوا لنجمكم المفضل. انا شخصيا بشجع انتوني توما، حيلا نجم انتم بتشجعوا، ما تنسوا انه تصوتوا له لانه الحلقه الليله رح تكون كلها مفاجآت ورح تكون مميزه كثير، واكيد نجم السهره رح يكون فارس الاغنيه العربيه عاصي الحلاني. لهون رح اختم جولتي معكم، رح اترككم لبريك ومن بعدها MTV Alive.